لوين بدك توصل اه؟ ليش شو سوي؟ طول الوقت عم تصيع مع فرح؟ شو هدفك انت احكي؟ شو بده يكون هدفي؟ انا عم بشتغل. بعدين انت شو علاقتك؟ يا ريت تهتمي بحالك. قال عم يشتغل. فكرني مصدقتك ما؟ عم تضحك على مين؟ والله انا ماني حابب اضحك على حدا ابدا. وحضرتك ليش مزعوجة؟ ما فهمت. بعدين ليش لحقتيني لهون؟ مين يعمل حق الثاني اه؟ الزلمة اللي قاعد جوا رح يتزوجك. ليش عم تتركيه وتنطي من هون لهون؟ شو؟ ليكون مانك مبسوطة؟ مبسوطة طبعا، بس يمكن تعيس هو انت. عيونك فاضحتك انك بتغار مني. غار مني انا؟ انت عقلك عم يصور لك قصص وما عاد تهميني ابدا، لا هلا ولا بعدين. ليش لغار؟ صاير واحد كذاب. مدام ما بهمك ليش عطول بتدور حوالي؟ احكي لو عطول مش هنقل لي فرح. صدقيني ماني قاتل حالي لحتى اكون حواليك، انا عم بشتغل. فهمتي؟ اطلع من هالبوابه، حكيك كله حجج. انت بتحبني مثل المجانين، الكل بيعرفوا هالشي. يا بنت هذا كان ايام زمان، خلص هلا. صح كنت حبك بس ما عاد حبيتي، طلعتي من حياتي. طب انت لو راح